قبل تشوفوا الفيديو اكسر الزر الاحمر اضغطوا عليه تنضموا لعائلتنا تكبر عائلتنا تابعونا على حسابنا بالانستغرام يومياتنا الصيف وكل شغلات مفاجآت على الانستغرام اول شيء بنزل اوه ماي جاد هذا البوكس كله في شغلات لإلي وطبعا لبنتي نايا اللي هي هلا زهقانة من الحر سارة ونايا نايا مش عارفة الله حطتها كيفكم ورجعنا لكم بفيديو جديد اوه ماي جاد هذا البوكس كله في شغلات لإلي وطبعا لبنتي نايا اللي هي هلا زهقانة من الحر فيديو اليوم ولأول مرة أجرب مشتريات من موقع الدور وي شو اسمه؟ لرقو موقع لرقو موقع اسمه استنى هو نطقه صعب الدور واي الدوروي ايش زي هيك ان شاء الله كنا نطقته صح اللي بيعرف يكتب بالتعليقات انه خلينا نعرف هذا الموقع اللي اول مره ركزوا على الفيديو هذا انه مشتريات بتجنن صيفيه تعودتوا عليها مشتريات صيفيه شتويه ربيعيه عيد اضحى عيد فطر رمضان كل شيء بحب المشتريات عندي فالمره هاي قلت اجرب موقعهم واشوف ايش عندهم هو ابلكيشن ومنه عندهم ويب سايت كل شغلات عندهم اطفال بيت شغلات بتجنن صينيه والسعر كثير رخيص وكمان في كود خصم طبعا مش نسياكم فخليكم لنهاية الفيديو عشان تشوفوا كمان كود الخصم يا حبايبي تعالوا نفتح ونشوف اوه ماي جاد احلى شيء لحظة الانبوكسينج مشتريات صيفية وشغلات طب لحظة واو هي كلها رح نفتحها تيتا نفتحها نانا هلا مع بعض وبتعرفوني ما بجامل وعندي المصداقية 100% حتى لو مش عاجبني حقولكم مش عاجبني تعال نفتح اول قطعة ما شاء الله كتار بدنا نعد اوكي من 1 لـ10 ونختار يلا نعد مع بعض يلا ماما يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ايش 10 هذا بيجي هيك بكيس بلاستيك وهلا هذا لمين هذا لإلي هذا فستان انقيس هذا الفستان يلا 1 2 3 غيرت الإضاءة ولبست الفستان أول إشي الفستان بجنن حبيت اللوك تبعه هذا الصيفي حورجيكم هيو عند الركبة وغير هيك مقاس أم الصينيين أتوقع ما شاء الله قطعتهم قليلة يعني فأنا طلبت إكس لارج تخيلوا هذا إكس لارج ويلا يلا يعني بكفيني سيب الضو يا نايا لو سمحتي كل شوية بتطفي الضو وتروح على الضو ماما الله يعين اللي عندها أطفال شو بدنا نساوي الحمد لله يا رب حبيت إله جياب صراحة ما توقعت الكواليتي كثير أسعاره رخيصة بس كالكواليتي انصدمت انا ما توقعت الكواليتي هيك على رخص والله مثل ما شفتوا بالصوره على الموديل طلع انا احلى من الموديل يا جماعه اجبروا خاطري يعني بس عن جد كثير حلو فستان هيك ستان وشايفين طوله هيك اللي عند الركبه كثير مقاسه حلو هذا كثير حلو للصيف لانه قماشته كثير بارده حسيت صراحه انه هذا المقاس احسن واصغر من الفستان اللي قبل وانا عن جد مصدومه من الكواليتي قديش كنت خايفة بس انه انا شخصيا بقولكم واو الفستان مستحيل اصدق ان هذا من هذا الموقع شابو لما شفت الكيس فكرت هذا ليفة فكرت مثل شو طالبة انا حاجة ليفة اللي هي اللي بتعرفوا اللي بتكون مش عارفة لو بتكون اياها بس لفت لي انتباهي انه هو فستان طب ايش الفستان هذا يا ترى؟ في شخص بتذكر انه هو صراحة اخذ اسبوعين ونص لوصلني أنا طالبة هذا أصفر هو المفروض يكون أصفر باستيل شفتوا على الموديل بجنن تعالوا نقيس ونقرر يعني أنا شوفوا هو طلع شوي كبير للأسف المفروض يكون هيك شايفين الله شو كيف بين الخصر جماله يعني بس أنا يمكن غلطت في المقاس أوكي بس الكواليتي بتجنن الخامة حلوة هو واسع من هون أنا ممكن أوديه على الخياط طبعا تعرفوا صار حالات مشاكل يطلع كبير
ولا يطلع صغير، هذا شعارنا. حبيت اللون، اللون كثير حلو مع البرزاج اللي انا عملته. اللي عجبني الكواليتي انه تقيل بنفس الوقت ناعم للصيف. بس الوصل بس يا جماعه الخير لو هيك بس. اللي حتشوفوه هلا، وصراحه اللي حتشوفوه هلا اشي صادم صادم. بعد شوي على الشاشه. هذا الفستان هو سوري، انا طلبت للتجربه اشوف كيف عندهم. عندهم قسم سهرات، فساتين، افراح وحفلات وشغلات، اشي واو. فقلت انا بدي اجرب اشوف الكواليتي. بتعرفوا انا كثير هيك فضوليه، بحب اجرب. ما فيني اول شيء يكون هيك لانه صراحه فتحته اوفر زياده، فلازم تسكر على الخياط. انا عندي حدود، يعني حدود في اللبس، بس anyway فاعذروني. هو مفتوح لهون تقريبا. انا ماسكه هيك، حقرب هيك عشان تشوفوا. لابسه بادي ان هلا، بدي اورجيكم المقاس ولا غلطه، التقسيمه، الاكمام، الموديل، اشي رائع رائع. وانا مسكر هيك طويل تمام، وقدام زي ما بعطيكم الفتحات يعني. التطريز اللي عجبني، شوفوا الخامة الشيفون بتجنن، التطريز ولا غلطة بالخيوط، مش منسل ولا اشي. هذا فستان اجاكم فرح، وبيكون فستان رخيص وما يكلفكم، من موقع الدور واي، وكود الخصم حبايبي هاد هو بالشاشة، كابتشروا عشان تحصلوا على عروض وسعر أرخص من وجهة الموقع عن طريق كود الخصم تبعي. أروح أفتح وأودع الخياط فورا. هذا أنا عندي مناسبة قريبة إن شاء الله، فلازم ألبس هيك مستحيل. حبيت أجرب كمان البيجامات اللي عندهم، إشي بجنن صراحة في حاطين في العروض يعني. فشوف ما أحلى هاي البيجامة، نفسها لقيت تقريبا في فيكتوريا سيكريت. إذا حابين تاخذوا أرخص من فيكتوريا سيكريت، موقع أدرواي. أوكي ستان، ستان والنقش كثير حلو، وهي مقاسها انا جبت تقريبا مقاس سمول، فكثير حبيت. والبنطلون واسع مريح، ف حبيت الكواليتي يا جماعه، انا مصدومه منه. وهلا نانا لابسه من قسم الاطفال، اشتريت لها كمان لنانا. شو ما احلى الفستان، حبيتيه؟ طب اذا فين بتقلكم في انت يعني حلو بالسويد. طب دوري 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 سنورة سنورة سنورة. لا انتي انتي. لا 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 لا. خلاص صراحة المقاس بجنن. انا هذا المقاس جبت لها اياه من 2 لـ3. طب خلاص الناس داخل، الناس داخل، الناس داخل. واو احلى، كثير حلو، قطن وترانسبارنت الاكمام. شوي طلعت كبير عليها، وديع الخياط هيك يعملها اياه. هذا 3-4، جبت 2-3 بس استصغرته عند الصدر قلت لا. هذا الفستان قطن، اوكي كثير حبيت للصيف انه لما تروح على بحر على مصيف. رجعها شوي ماما لورا، هاي طوله لعند الركبه. المقاس كثير ممتاز، كثير حبيته، حبيته كثير عليها. ما توقعت يطلع زي هيك، توقعت هيكون اصغر بس طلع بيرفكت. 2-3 جبت لها اياه، وقطنه بجنن لادرواي صراحه، كثير عجبني القطن. شوفوا هذا الفستان بجنن، مكتوب عليه بيبي جينز، بس الجينز الناعم، وهيك هذا كله هيك كلوش واسع. شوف ما هلا نايا عاجبها، مرتاحه فيه. كثير حبيت، حتشوفوا تفاصيل اكثر على الانستغرام انا ونايا يعني. تيتا طب وريهم، ما فيهاش توريهم اياه، يلا انزلي. برضه جبت لها 2-3، ودائما قيسوا بالمتر، الصدر والفخذ والبطن للاطفال عشان تعرفوا الكل حاطين الرقم. هذا عندي زيه بالضبط بس انا عندي اسود، حنعمل فوتوشوت انا وياها اسود وابيض، في عندي ثيم كثير بجنن. شوف ما احلاها عليها، زي ما تشوفين هيك كامل، ممكن يعمل هيك تصير موديل انه الكتف هيك. كثير حبيته، يا عيني يا عيني على بتضل بتوريهم فاشينيستا يا ناس. انا فينت 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 يعني، فينت يعني حلو بالسويدي. كثير حبيته عليها ما شاء الله، بجنن اللون الابيض. هذا الفستان او هذا اللوك انا ما عندي زيه، هذا الصيفيه يعني، وهي الالوان انا ما بدي اسويها كثير مورد وهيك، بس لما شفته حبيت التقسيمه والقماش الناعمه اللي هو ستان او جرسين مش عارفه. شوفوا كيف تفصيلته الخصر، وعنده بلت هيك، البلت تبعه من النوع الجامد اللي هو الجلد، اوكي بيجي هيك مخصر ومعاه جياب سحاب من النص هيك زي ما انتم شو هيك شايفين. ايوه والمورده بطريقه حلوه، بس الكواليتي انا يا جماعه انا بقول لكم على الكواليتي قديش كنت خايفه من الكواليتي، انا مصدومه. وهذا الطقم نختمه لنايا، هذا هيك زي كانه بربري، عندهم هذا
هذا هيك التشكيله من هاي الملابس، فحبيت لبسها هيك كلاسيك لاول مره تلبس نايا هيك ستايل، فحبيته كتير انه هيك بربري وكلاسيكي. هيك رح تشوفوا فوتوشوت لها كلاسيك فوتوشوت، ما سويت لها اياه قبل هيك، والمقاس كتير حلو له الضيق وله الواسع، وكمان الاحلى منه انه قماشته كتير ناعمه، يعني حلو تلبسه هلا على الصيف. هذا الترنج قطيفه اوكي، جبت 3-4 بس شكله حيطلع كبير، وبيجي هيك الطقم مكيس اوكي، وبيجي زي هيك. هذا حلو كمان لفصل الخريف هلا لانه شوي تقيل مش تلبسه بالصيف، فبس القماشه كتير ناعمه وكتير حلوه. هذا طقم شورت قماش اوكي، بيجي معاه هيك بلوزه عليها كلها كب كيكس. حبيت القماشه اللي هي القماشه البارده ايه فيونكا ماما، والشورت هيك المقاس كتير ممتاز ولا غلطه 2-3 وكتير حلو على الكويتي صراحه، مبهوره جدا وكتير حلو هيك موديل يعني كلاسي. حبايبي هذا الفستان قماشه الجرسي البارده، وحبيت هيك له زراير كتير حلو ومقسم هيك من الخصر، حبيت هذا كمان للصيف كتير عجبني والوانه حلوه. وشوفوا هذا الترينج، انا فكرته كبير 3-4، طلع المقاس بجنن صدقوا صراحة. يعني احيانا بجيب لها 2-3 و3-4، في مس تطلع كبيرة مس تطلع صغيرة، فسبحان المقاس لذلك بقولوا قيسوا بالمتر الصدر الوسط الفخذ اهم شيء عشان تحصلوا على مقاس مناسب، انه اجسام الصينيين او الاسيويين بشكل عام غير اجسام العرب، فبكون في اختلافات في المقاسات. حبايبي احنا هيك جينا على نهاية الفيديو، اول مرة انا اطلب من ادرواي او اجرب الكويت تبعهم، او انا صراحة يعني ما ليس معانا فيه، فحبيت كتير هاي التجربة، والمشتري طلبتها بقيمة $200 تقريبا. تخيلوا $200 هذا كله شفتوه، كويتي رائع، خدمة حلوة، حتى كل شيء مكتوب بالويب سايت من مقاسات من شرح من رد العالم، رد فعل العالم على البضاعة الشيء اللي عندهم، فكتير حبيت. حبايبي كل قطعة طلبتها موجودة صندوق الوصف، الروابط، رابط الابليكيشن، رابط الموقع تبعهم، وكود الخصم اهم شيء عشان تحصلوا على عروض ارخص كمان من اسعارهم الرخيصة اللي في الموقع. وبتدعوا التعليقات شاركم بالقطعة اللي طلبتها انا ونايا، واستنوا الفوتوشوت اللي حينزل على الانستغرام بالقطع هاي اللي بتجنن. انا كتير فرحانة ومحمسة للفوتوشوت اللي حعمل لكم اياه على انستغراماتنا، هو شوف الزر الاحمر اضغطوا عليه تضمر عائلتنا تكبر عائلتنا. وهلا انا ونانا بنقولكم بنحبكم كثير، بشوفكم الاسبوع الجاي مع فيديو جديد. باي. اهم شيء بوست نانا.